مرحبا يا أطفال، وش راكم؟ لاباس. إذا مرحبا بكم في حصتكم مع عمو يزيد. عمو يزيد وفرحان بزاف لاستضافكم اليوم، وانتم تاني اللي راكم تشوفوا فينا إلا حبيتوا تجوا تحضروا معنا. ما عليكم إلا توجهوا الانترنت بالطريقة التالية. إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل، ما عليك إلا تروح الانترنت تكتب عمويزيد.com، تضغط على زرار شارك في حصتنا، تملأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني. مرحبا بك يا أطفال. لما تشاركوا للحضور لازم شوية على الصبر، لأن التسجيلات كثيرة وعمو يزيد حبي يجيبكم كامل 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 اللي عنده يا أخي. إذا مرحبا بكم. في كل مرة نستهلوا الحصة تاعنا بأيام عالمية ودولية اللي تفيدنا. في هذه الفترة هذه كاين يوم عالمي مهم، هو اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك اليوم العالمي لحقوق الحيوانات والاعتناء بها. تحبوا الحيوانات؟ نعم. شكون يقدر يقول لي حق من حقوق الإنسان؟ وش هي حقوق الإنسان؟ شكون يقدر يقول لي حقه في؟ في؟ واسمك بنتي؟ الأمان. وين تسكني؟ هنايا في براقي. في براقي، الله يبارك. شحال في عمرك؟ 10 سنوات. 10 سنوات. حقه في التعلم. حقه في التعلم، حقه في التعلم، التعلم للجميع. واسمك بنتي؟ عائشة. شحال في عمرك؟ 9 سنوات. وين تسكني؟ تسمسيلت. في تسمسيلت، الله يبارك. واش هو حق من حقوق الإنسان؟ الصحة. حقه في العلاج والصحة. برافو 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 برافو. واسمك بنتي؟ كامية. واسمك؟ كامية. كامية، شحال في عمرك؟ 7 سنوات. 7 سنوات. وين تسكني؟ في العاشور. في العاشور. واش هو حق من حقوق الإنسان؟ حق التعلم. حق التعلم، برافو 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 برافو. وانت يا الشاطرة، واسمك؟ مروة. مروة، وين تسكني مروة؟ في عين بنيان. عين بنيان، شحال في عمرك؟ 12 سنة. الله يبارك. وش هو حق من حقوق الإنسان؟ حقه في العلاج. حقه في العلاج. واسمك بنتي؟ رانيا. رانيا، شحال في عمرك؟ 8. 8؟ 8 سنين. 8 سنين، عبيل 8 شهور. حقه في؟ حق الإنسان أن يقرأ، أن يتعلم ويقرأ. واسمك وليدي؟ محمد. وين تكون محمد؟ في البنيان. عين بنيان. وش هو حق من حقوق الإنسان؟ الحرية. الحرية، برافو برافو برافو. عرفتوا كامل هذه الحقوق؟ شاطرين شاطرين. عبركم الإنسان حقه في أن يكون له اسم، حقه في الوطن، أن يكون له وطن، تكون عنده جنسية ويكون عنده وطن، ما يكونش مشرد يا أخي، عبركم يا أطفال. لذا احنا اليوم نتوقفوا باش نديروا حوصلة ونتكلموا عن حقوق الإنسان، لأن حقوق الإنسان هي اللي تخليك تعيش مرتاح يا أخي. حقه في الحرية، في العلاج، في الاسم، في الوطن، كما قلنا مقبلة يا أخي. جميل. تحبوا الألغاز؟ نعم. لغز اليوم يقول: ما هو الشيء الذي فيه 7 فتحات؟ شاطرين شاطرين شاطرين، صبروا، لأنه أصدقائنا اللي راهم يشوفوا فينا كذلك يقدروا يشاركوا في الإجابة عن اللغز بالطريقة التالية. أنت كذلك جاوب وربح عن طريق الانترنت مع آجل. اكتب عمويزيد.com، اضغط على زرار جاوب على اللغز، املأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي، بريدك الإلكتروني، والجواب على اللغز. رايح تربح هدية قيمة مهداة من طرف شركة آجل، 15 سنة في خدمتكم. اسم الطفل الفائز في الحصة الماضية يظهر أسفل الشاشة. مبروك عليك الهدية. إذا ما هو الشيء الذي فيه 7 فتحات؟ معليش فكروا لغاية نهاية الحصة انتم وأصدقائنا اللي رامي يشوفوا فينا. وإحنا في هذا الوقت هذا نروحوا مع شخصية اليوم، راحين نكتشفوا شخصية مهمة في الكفاح المسلح الجزائري اليوم، شخصية حمو بوتليليس بن حبيب مع خديجة. تفضلي خديجة. تصفيقة تصفيقة على خديجة. تصفيقة تصفيقة على خديجة. يلا بنتي تفضلي تفضلي تفضلي. السلام عليكم أصدقائي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنتم حتما تنتظرون شخصية اليوم. نعم. إنه الشهيد بوتليليس بن الحبيب حمو، كان قائد المنظمة الخاصة في شمال غرب الجزائر،
ولد في وهران 5 سبتمبر سنة 1920. تعلم مبادئ العربية وحفظ ما تيسر من القرآن الكريم. درس المرحلة الابتدائية بالمدرسة الفرنسية الأهلية، لكنه توقف عند عتبة المرحلة الإكمالية. انخرط في فوج النجاح للكشافة الإسلامية بسيدي بلال سنة 1937، وكان مولعا بالنشاطات الرياضية من عدو وكرة وسباحة. التحق بحزب الشعب الجزائري سنة 1939 قبل حظره في 26 سبتمبر من نفس السنة، وتدرج في النضال إلى أن أصبح مسؤول المنظمة الخاصة نائبا لأحمد بن بلة شمال وهران. وفي إطار البحث عن تمويل النشاطات المنظمة الخاصة المتزايدة، كان تحميل بوتليليس ورفاقه مسؤولية تدبير الهجوم على بريد وهران المركزي تحت إشراف حسين أيت أحمد قائد المنظمة الخاصة. كما اعتقل سنة 1950 في قضية المنظمة الخاصة، وحكم عليه بست سنوات سجنا مشفوعة بعشر سنوات نفيا ومثلها حرمانا من الحقوق السياسية. قضى 7 سنوات ونصفا بين سجون وهران والجزائر قبل أن يستقر بسجن الأصنام العقابي بشلف في أكتوبر سنة 1957. سارعت المخابرات العسكرية باختطافه واغتياله قبل يوم من الإفراج عنه، مثل ما فعلت بالعديد من أمثاله الذين تعتبرهم ميؤوسا منهم، أي مناضلين أشداء صامدين في مقاومتهم للنظام الفرنسي. رحم الله الشهيد وأسكنه فسيح جنانه. شكرا 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 خديجة، شكرا شكرا. يا أطفال، وش رأيكم بما أننا في هذه الفترة اليوم العالمي كذلك لحقوق الحيوانات؟ تحبون الرفق بالحيوانات؟ نعم. إذن يجب الرفق بالحيوانات، وعندي لكم مفاجأة بعد ذلك شوية. رايحين دركا نروح نغنوا مع بعض أغنية النحلة. تحبوا العسل؟ نعم. يلا نغنوا مع بعض حطت نحلة فوق الزهرة. فوق الزهرة شربت من مبسمها قطرة، حطت نحلة فوق الزهرة شربت من مبسمها قطرة، شكرتها ومضت في فرح تبحث عن صاحبة أخرى، شكرتها ومضت في فرح تبحث عن صاحبة أخرى، حطت نحلة فوق الزهرة شربت من مبسمها قطرة. زهرت كل حقول الزهر، شربت من ألوان العطر، زهرت كل حقول الزهر، شربت من ألوان العطر، قالت في فرح ودلال أهوى أحباب الأطفال، قالت في فرح ودلال أهوى أحباب الأطفال، حطت نحلة فوق الزهرة شربت من مبسمها قطرة. أحباب الأطفال، قالت في فرح ودلال أهوى أحباب الأطفال، أهديهم في كل صباح عسلا حلوا كالأفراح، أهديهم في كل صباح عسلا حلوا كالأفراح، حطت نحلة فوق الزهرة شربت من مبسمها قطرة. حطت
فوق الزهرة شربت من مبسمها قطرة حطت نحلة فوق الزهرة شربت من مبسمها قطرة شكرتها ومضت في فرح تبحث عن صاحبة أخرى شكرتها ومضت في فرح تبحث عن صاحبة أخرى حطت نحلة فوق الزهرة شربت من مبسمها قطرة زهرت كل حقول الزهر شربت من ألوان العطر زهرت كل حقول الزهر شربت من ألوان العطر قالت في فرح ودلال أهوى أحباب الأطفال قالت في فرح ودلال أهوى أحباب الأطفال حطت نحلة فوق الزهرة شربت من مبسمها قطرة أحباب الأطفال قالت في فرح ودلال أهوى أحباب الأطفال أهديهم في كل صباح عسلا حلوا كالأفراح أهديهم في كل صباح عسلا حلوا كالأفراح حطت نحلة فوق الزهرة شربت من مبسمها قطرة برافو 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 عجبتكم الأغنية يا أطفال؟ نعم. إذن العسل من رحيق الأزهار يا أخي لازم نعتني بالأزهار والرفق بالحيوانات تحبوا ألعاب الخفة؟ نعم. إذن نروح مع عمو نسيم لجانا من مدينة شرشال تفضل تفضل عمو نسيم مرحبا بك تفضل عمو نسيم تفضل 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 عمو نسيم شكرا 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 عمو نسيم شكرا شكرا عجبكم عمو نسيم يا اطفال برافو برافو
حتى في الفخ اللي داروه له، حكموهم حكموهم هكذا. ومن بعد الحيوانات قالوا للملك الغابة لازم نقتلوهم. ملك الغابة قال لهم لا، ما لازمش تتعاملوا بالمثل، هما حبوا يقتلونا احنا ما نقتلوهمش، ولكن رايحين نكسروا لهم كاع البنادق تاعهم باش نقطعوا لهم الرزق تاعهم باش ما يعودوش يقتلوا هاد الحيوانات هادو. عمو يزيد، عمو يزيد، الحكمة التي نستخلصها من هذه الحكاية هي يجب الرفق بالحيوان. برافو 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 بوبي، برافو برافو برافو. يا أطفال يجب الرفق بالحيوانات، يا أخي يا أطفال يلا معايا. عجبتكم الحكاية يا أطفال؟ إذن يجب الرفق بالحيوان، برافو. أنا لحقنا لواحد الفقرة أنا نحبها بزاف، هي فقرة البريد. بوبي شوفي إلا عندنا بريد ما عند أصدقائنا الأطفال، أنا نحب لما الأطفال يبعثونا رسائل هكذا ونقراهم الأصدقاء اللي راهم هنا ولا يشاهدوا فينا. كاين بريد؟ برافو، أعطيه لنا. شكرا شكرا بوبي، شكرا شكرا شكرا. إذن يا أصدقائي أنتم تاني إلى حبيتوا ترسلونا ما عليكم إلى توجهوا الموقع الإنترنت عمويزيد.com وتضغطوا على الزرار آراء وملاحظات. هذا السيد والي أحمد 35 سنة صديق الحصة من قصر الشلالة تيرت، يقول لك السلام عليكم أخي، أود أن أشكركم على المجهودات التي تبذلونها من أجل أطفالنا. شكرا شكرا والي أحمد من قصر الشلالة تيرت 35 سنة صديق البرنامج. الرسالة الموالية تقول: سرسوب أميمة من الأخضرية من البويرة تقولك أنا أحب برنامج عمو يزيد ولهذا أريد المشاركة. إذن يا أميمة من الأخضرية سرسوب مرحبا بك، ما عليك إلى توجه الموقع الإنترنت وتسجلي للحضور وراح نكلموك حتما. الرسالة الموالية: بوزكري فيروز 12 سنة من مدينة تنس من شلف، وناس شلف نحيوهم كامل كامل كاع الولاية، قالت لك أعجبتني الحصة وأحببت المشاركة فيها لأنها رائعة. يا فيروز مرحبا بك، مرحبا بك، تشرفينا تشرفينا إن شاء الله. الرسالة الموالية: مومد عبد الرحيم 9 سنوات من الجزائر العاصمة، قال لك I love you عمو يزيد، أحبك عمو يزيد، أنا تاني أحبك يا محمد، مرحبا بك والله يخليك. الرسالة الموالية: بوطيبة أمينة سيرين 15 سنة من شراقة الجزائر العاصمة، قالت لك أنا أحب عمو يزيد وأحب كل الأطفال. إذن احنا تاني نحبوك ومرحبا بكم، هذه الرسائل عمو يزيد يعتز بها ويحتفظ بها، وماذا بيا كاع الأطفال يبعثوا لي رسائل باش نقراهم. لحقنا لواحد الركن اللي نحبو تاني هو ركن النكت، شكون اللي عنده نكتة جميلة يجي يحكيها لي؟ تعالي بنتي تعالي، أروحي بنتي. واسمك؟ بسمة. بسمة، شحال في عمرك بسمة؟ 10 سنين. 10 سنين، وين تسكني؟ في بلدية قرص ولاية بومرداس. في بومرداس، الله يبارك، احكي لنا النكتة تاعك بنتي. كان واحد النهار واحد البسيكولوج كان يداوي في المرضى، راح به يشوف المرضى تاعو يلاهم ملاح، راح كان يخمم لقى واحد الفكرة، راح قال لهم به نشوفكم يلاهكم ملاح ديروا روحتيكم في العرس وديروا واش تحن واش تحبوا. ومن بعد يبداو يغنوا ويطبلوا واسو، ومن بعد يشوف واحد المراه عاقله فيهم، قالها راح ليها وقالها راكي مليحه، قالت له راح عليا انا العروس حشمت. ميرسي بنتي ميرسي، تفيق عليها تفيق عليها. تعالي بنتي تعالي تعالي، واسمك بنتي؟ عائشه. وين تسكني عائشه؟ تسم سيلت. في تسم سيلت، خيار الناس، تحياتنا لكل الناس تسم سيلت. احكي لنا النكته تاعك. قال لك هذه عائله تنسب بزاف، ملاكنا رايحين العرس ونسوي الكادو، عاودوا رجعوا به يجيبوه، كي جاوا رايحين نسوا عاد من راهم رايحين، ومن بعد رجعوا للدار، كي رجعوا كانوا نسوا المفتاح، ما لا دخلوا ليدهم الصغير متاقه،
كي حل عليهم الباب وقال له بدا يزق عليه ابوي وقال له مصبح انت راك هنا وحنا مصبح احنا نطبطبو. شكرا شكرا بنتي شكرا شكرا. يا اطفال الحقنا درك الفقرة الجواب عن اللغز. ما هو الشيء الذي في رأسه سبع فتحات؟ ما هو؟ تعالي بنتي اروح روحي منا. واسمك بنتي؟ امان. وين تسكني؟ براقي. في براقي. قولي لنا الجواب. رأس الإنسان. يعني ما هو الشيء الذي في رأسه سبع فتحات؟ هو الوجه. يعني وش حبيتي تقولي؟ الإنسان رأس الإنسان. برافو برافو. هو الإنسان اللي في رأسه سبع فتحات. برافو بنتي برافو. أعطيه الكادو تاعها. أعطيه لي. برافو برافو. إحنا الشاطرين نعطوهم دائما هدية. عمو يزيد يعطيك الشوب هذا إن شاء الله تستفادي منه بنتي، تشربي به الحليب والماء وكامل. وعمو يزيد يهديك ثلاث سيديهات. عمو يزيد نتج ثلاث سيديهات في سنتين من مع عمو يزيد. في كل سيدي عندك 22 أغنية إن شاء الله تستفادي بهم. السيدي الأول من حق الطفولة، الثاني معلمي، والثالث مبروك عليك النجاح. تفضلي بنتي. مبروك عليك مبروك عليك. شكرا شكرا. واش بنتي واش حبيتي تقولي؟ في عقل الإنسان فيه فتح الرأس. نو رأس الإنسان هو اللي فيه. لا لا الرأس هو سبع فتحات، هما العينان، الفتحتين تاع الأنف، فتحة الفم، وفتحة تاع الأذنين. هذو هما السبع فتحات يا أخي بنتي. هيا تفضلي. اليوم دائما نديروا عيد ميلاد طفل. اليوم عندنا يوسف، يوسف اللي راسلنا بخمس قسمات من علب حليب رامي، وجبناك معنا اليوم باش تحتفل بعيد ميلادك. تفضل يوسف تعالى، راح نغنوا لك عيد ميلادك احلى عيد. واصدقائنا يروحوا يجيبوا لنا الكاتو تاعو. تعالى يوسف تعالى، جيبوا لنا الكاتو تاع يوسف. يلا عيد ميلادك احلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد، الله يبارك ويزيد ويقول لك عيد ميلاد سعيد، الله يبارك فيك ويزيد ويقول لك عيد ميلاد سعيد. صحة وسعادة وهنا، إن شاء الله يا ربي مية سنة وتعيش أيامها أفراح، إن شاء الله يا ربي مية سنة وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونا، نسهر امرح غني نفرح ونعيشوا احلى الاوقات، نسهر امرح غني نفرح ونعيشوا احلى الاوقات. هذه الحلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو، وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة. برافو برافو برافو. اذا يوسف 10 9 8 7 6 5 4 3 زوج 1. يلا 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 يوسف، يلا يلا زيد زيد زيد. برافو 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 برافو.
برافو، اعطيني الشهادة تاعو. اذا يوسف عمو يزيد يهديك شهادة إنجاح تصوير حصة مع عمو يزيد، وانتم كذلك يا أطفال في هذا الظرف الجميل كل واحد فيكم راح ينال شهادة كما هذه اليوم باش يحتفظ بها كذكرى يا أخي. وبما أنك جمعت خمس قسيمات من علب حليب رامي ورسلتنا بهم واخترناك باش تدير عيد ميلادك، إذن رامي راعي الحصة يهديك هذه الدراجة الجميلة إن شاء الله تستفاد بها ولدي. وانا ما بقى لي الا نقول لكم ابقوا على خير، استنونا في الاسبوع المقبل نفس التوقيت نفس القناه، نحبكم يا اطفال. لا تحزنوا حن الوداع يا اصدقاء، كل الايادي في ارتفاع الى اللقاء. لا تحزنوا حن الوداع يا اصدقاء، كل الايادي في ارتفاع الى اللقاء. لا ننساكم لا تنسونا، احببناكم سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم لا تنسونا، احببناكم احببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد.